جهاد، اهلا بيكم مستمعينا على موجات الاذاعه المصريه. معاكم انا جهاد شوقي من استوديو 46 ماسبيرو. النهارده حلقتنا عن علم الفلك والابراج. علم الفلك هو علم واسع جدا، والابراج مش مجرد حظك اليوم في الجورنال ولا تقسيم الشهور وايامها على الابراج. علم الفلك هو علم دراسه حركه النجوم والكواكب والاجرام السماويه عموما. اما بقى بالنسبه للابراج فهي بمعنى مبسط ليها مجموعه النجوم اللي بتشرق فيها الشمس، واللي ممكن نشوفها بتلسكوب أرضي وممكن نشوفها بشكل واضح جدا بالتلسكوب ده، وبيختلف شكلها كل فترة والتانية. ومن هنا جه موضوع الأبراج.